الثالث في الكلينيك، انا عاد فقت يلا شويه هذا بدلت عليا. يلا فطرت بنتي حتى هي. المهم ما صورتش لكم النهار الثاني لحقاش البارح كنت عيانه صراحه، كنت عيانه بزاف، زاد عليا الحال في العشيه، فداك الشيء ما قدرتش نهائيا نصور لكم حتى شي حاجه. حتى اليوم الحمد لله اليوم عاد حسيت براسي بخير، خديت الدواء ديالي وكل شيء. اول حاجه بعدا بغيت نقول واحد كلمه شكر للناس كاملين اللي صيفطوا ليا، سواء في الانستغرام سواء في الواتساب، الناس اللي عندهم مرتي كيسولوا فيا، اللي خلاو ليا لي كومونتير في الفيديو الاول، شكرا لكم بزاف. والهلي يخطيكم ان شاء الله يا ربي، حتى نتوما تفرحكم بوليداتكم والبنات اللي عجبتهم السميه ديال بنتي. شكرا لكم حتى نتوما بزاف. عرفتوا بعدا هاد السميه كنت كنسمعها في شحال من بلاصه وكتعجبني بزاف، كنقول ان شاء الله نهار تكون عندي بنيه غادي نسمي هاد السميه. وكنت زعما كتعجبني بزاف هي وكاين اسماء اخرين. ايوا نهار عرفت بلي عندي بنيه فرحت بزاف وقلت ان شاء الله هذه هي السميه اللي غادي ندير ليها. سمع البكايه ربط بدات تبكي. عاد قلت لكم عاد فطرنا وصافي، دابا جالسه شويه هكا كنرتاح، غادي نوض نتمشى شويه نتحرك. شوفوا البنات بغيت ننصحكم بواحد الحاجه، الناس اللي البنات كريم الله ولدو هذا ضروري تمشاو، واخا هي عرفتو ديك الوقفه الاولى ما نقولش لكم تعذبت فيها بزاف، جاني زعما هاد الولاده ديال هاد المره زعما ماشي صعيبه بحال الاولى، ولكن الوقفه البنات جاتني اصعب من الاول. ما عرفتش صراحه علاش، ولكن النهار الاول ما قدرتش نوقف، واخا هو راه النهار الاول كيقول لك وقفي، وقفت زعما غير وقفه خفيفه وجلس، يعني ما مقدرتش نتمشى وداكشي. النهار الثاني الحمد لله شويه واخا كنت مريضه وداكشي، ايوا اليوم الحمد لله والشكر لله قدرت نوقف، قدرت نتمشى شي شويه. يعني كل نهار كتزيدي كتحسني اكثر واكثر. وضروري البنات تاكلوا مزيان الماكله زعما هكا ديال الريجيم، ما تاكلوش نهائيا الخبز وداكشي النشويات لحقاش داكشي غادي غير يزيد محنكم. الماكله ديال الريجيم صحيه وزوينه. ايوا اختي باش تقدري توقفي، واخا شوفوا انا طالع عليكم بوجهي صفر غير قبلوا عليا اختي لحقاش راه العيا والصهير، وعرفتوا راه هاد اليومين راه ما كنعسهاش نهائيا، حيت انا اصلا من النوع اللي الا تبدلت عليا غير البلاصه، الا مشيت غير عند شي حد مثلا ضيفه ولا ما كيدينيش النعس، خصني البلاصه نجلس فيها على الاقل واحد 3 ايام 4 ايام عاد نقدر نتاقلم والنعس. ايوا هاد اليومين ما نقولش لكم داك النعاس ديال 10 دقائق 20 دقيقه صافي وكنفيق وتنبقى فايقه، واحد العيا فيا بغيت والله الا بغيت غير امتى نمشي لداري نرتاح. واخا زعما كاينين كيكونوا معايا خواتاتي كيبات معايا راجلي الحمد لله، زعما ما كيخصني حتى شي حاجه، كاين العوين وكلشي ولكن ماشي بحال دارك اختي راكم عارفين. المهم دابا غادي نوض نتمشى شي شويه كما قلت لكم، كنتسنى خواتاتي غادي يجيو واحد شويه. اليوم اللي غادي نخرج ان شاء الله من لاكلينيك باش نمشي للدار، هكا كنتسنى الطبيب حتى هو باش يجي يشوفني كلشي. المهم بما نكمل الاجراءات وكلشي ونمشيو للدار ان شاء الله ونرتاح، ومن بعد غادي نكمل معكم ان شاء الله هاد الفيديو. شفتي هاد المشيشه هادي ما شاء الله، الله يحفظها يا ربي. شوفوا راه كضحك، نتوما ما غاديش تبان لكم كضحك، انا كنشوفها عرفتوا راه رضعتها وحطيتها بلاصتها. ايوا جالسه كتشوف ساكته دايره معايا مزيان، واخا في الليل كتحيح علينا شويه ولكن ماشي مشكل. وهي برا دابا ساكته وكتشوف بعويناتها، الله يحفظها يا ربي والله يحفظ لكم وليداتكم حتى نتوما.
سلامتك. سلام البنات، عاد غنكمل معاكم الفيديو. البارح فاش خرجت من لاكلينيك ما صورتش لكم مازال، صافي جيت للدار عرفتوا داك العيا وداك الصهير ديال ديك اليومين رجع عليا البارح. جيت طحت كاو ما عقلتش، نعست ارتاحيت شويه، ولكن في الليل طلعت لي السخانه. شوفوا شوفوا امي كلشي ترتقب بالسخانه، شوفوا راه كيبان لكم وارم هنايا وهنايا كله عاودت الفيلر، انا فيلر طبيعي. المهم قلت لكم فمي ترتق كامل بالسخانه، معليش. المهم ارتاحيت كما قلت لكم، ما تديوش على وجهي عرفتو رحلت ندير لا ماكياج لا حتى شي حاجه، حيت اصلا ما عندي خاطر ندير حتى شي حاجه غير كنصور لكم هكا باش نطمئنكم عليا، وحيت كتسولوا فيا بزاف كي بقيتي وهذا. انا كنحاول البنات باش زعما نصور لكم هكا فيديوهات، كل نهار نصور لكم شي شويه حتى نحس براسي انني زعما قادره انني نوقف على رجليا وقادره انني نرجع لفيديوهاتي وهذا. عاد غنصور لكم ان شاء الله كل شيء. المهم ايناس غتبان لكم ليها، شوفوا بعدا حدا راسي رضاعه الحليبه. المهم ايناس راه يلا رضعتها وحطيتها. البنات كيسولوني واش كترضعي طبيعي ولا زعما بالرضاعه. شوفوا البنات في الكلينيك ما كنتش كنقدر نرضعها طبيعي بزاف، عطيتها شي جوج المرات ولا مرات ثلاثه صافي ما كنتش كنقدر لحقاش، حتى فاش كنهزها كيضرني الجرح ما كنقدرش نهزها. ولكن البارح الحمد لله ارتحيت شويه، دابا كنرضعها طبيعي، ولكن في الليل كنعاون بالرضاعه لحقاش ما نقدرش في الليل كل شويه نبقى نوض ونعس ونوض ونعس. داكشي علاش، لان الجرح مازال ما برا، مازال ما كنقدرش نوقف مزيان، يعني كندير غير شي خطيوات وكنرجع نرتاح هكا باش حتى انا نكسب صحتي شويه بشويه. اما فاش كنفورسي على راسي ولا قلت لكم فاش كنفورسي على راسي كنحس براسي انني عييت. بحال البارح راه فاش خرجت وجيت للدار وهذا في الليل صافي طلعت لي السخانه. ايوا الحمد لله على كل حال، وشكرا لكم بزاف على الميساجات ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم، والله الا كنفرح كتخليو ليا ميساجات زوينين. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوني على التجربه ديالي، شوفوا البنات ان شاء الله غندير لكم فيديو وغنقول لكم التجربه كيفاش دازت، ونعاود لكم كاع لي ديتاي كاع الحاجات اللي زعما دوزت في هاد الولاده. واخا هي الصراحه بيني وبينكم الولاده الثانيه جاتني اصعب من الاولى، ما نكذبش عليكم، جاتني صعيبه بزاف د الحاجات. ما عرفتش علاش، واش زعما حيت هذا، واش زعما حيت كتكوني ديجا عارفه شنو تابعك ولا المهم ما عرفتش. ولكن انا فوقاش تعذبت مورا العمليه، اما قبل العمليه وفي العمليه الحمد لله كل شيء داز مزيان، ما حسيت بحتى شي حاجه. ولكن فاش كيحيد البنج وهذا نقولش لكم، واخا كيعطيوني الدواء واخا هذا الحريق ايوا اختي، هذه هي حلاوه الوليدات، واخا هما صعابين، ولكن اختي ما عندنا غير نصبروا، هذه سنه الحياه، والله يسمح لينا من الوالدين. عرفتوا هكا باش كتعرفوا بحق والديكم وخصوصا الام. المهم البنات عاد جابوا لي الغداء، غادي نتغدى دابا، داروا لي يعني لا سوب ديال الخضره، وهنايا هكا شويه ديال لادند مشحر، واحد شيشيحه، واحد الخوخه. اصلا ما كنقدرش نكمل هذا الشيء كامل، راكم عارفين ما كنقدرش ناكل بزاف على حساب حتى الجرح، كنقدرش نغلق كناكل هكا غير القياس باش هكا ما يضرنيش الجرح. ايوا صافي. المهم غادي نتغدى دابا، هاد المشيشه يلاه بدلت ليها ورضيتها، ايوا اختي، وحطيتها باش نتغدى. البنات قولوا لي فين وصلتوا مع هادشي ديال التوجات ديال المدرسه؟ عرفتوا حنا راه كسنا حتى للدقيقه 90، راكم عارفين مع الولاده كانوا التحضيرات والجرى من هنا ومن هنا، نسينا كاع شي حاجه سميتها المدرسه. ديجا قيدت ادم زعما وقادينا المسائل وكلشي، غير هادشي ديال الادوات وهاد التخربيقات صافي بقاو هما اخر حاجه. دابا راه الوليدات ان شاء الله غيدخلوا هاد السيمانه، كل زعما مستوى غيدخل في النهار. ايوا عاد جا رجلي دابا جاب الادوات والكتوبه وداكشي كامل، دابا اختي غادي نبداو نتغلف. قلت غنتلاها معاه شي شويه، نعاونو هكا شي شويه. اي
فاش نحيدوا الملل وصافي. عرفتي راه واحد الملل كيكون فاش كتكوني والده وجالسه في بيتك ما كتحركي لا هنا لا هنا، كتبغي غير تلهي راسك بشي حاجه. ايوا صافي، قلت ليه جيبهم لينا لهنايا نتلهاو فيهم ونقادوهم وكل شيء. وما نقولش لكم الاثمنه يا البنات، زعما لا ديال المدارس ولا الكتوبه ولا زعما، غير الله يسمح ليهم وصافي. والله بعض المرات كيديروا شي حوايج هما ما محتاجينهمش كاع. ايوا اختي، حنا معاهم صابرين حتى نشوفوا حتى نشوفوا هاد الشيء فين غيوصل. المهم هو ان وليداتنا يقراو مزيان ويجيبوا مستويات اللي زوينين ونقاط زوينين كما قلت لكم. المهم هنا غادي نبداو نغلفوا هاد الشيء، الكتوبه وهاد التخربيقات كاملين. قولوا لي انتم شكون كيتكلف بهاد الشيء عندكم في ديوركم، زعما واش انتي ولا راجلك ولا شكون؟ كاين اللي كيخلي صراحه هاد الشيء للمكتبه هي اللي كتقادو ليه التغلاف وكل شيء، ولكن حنايا كل عام زعما راجلي هو اللي كيتكلف بهم وكنتعاون معاه هكا لحقاش كيكون داك الشيء كثير. ادم راه يلاه هبط دابا، جا قال لك بنشوف اختي، جا لعندها ومشى هبط كيلعب لتحت حيت كاينين مالين الدار عندي حتى هما كاينين عندي كاملين جالسين في التحت. ايوا خليتهم يلعبوا هكا، يلعب شي شويه في الجريده مع رازان ومع البنات. ايوا اختي هكذا كيكون سالي الفيديو ديالي. المهم حاولت البنات نصور لكم غير لقطات من كل نهار، واعذروني واخا كندير لكم فيديوهات قصار. ان شاء الله غادي نعودكم فيديوهات لي جايين احسن واحسن، غير ناخذ هكا صحيحتي ونحس براسي انني وليت بخير. وغادي ان شاء الله نصور لكم فيديوهات لي زوينين، وخليوا لي دعوات في لي كومونتير. وتا انا دائما كندعي معاكم، الله يسهل على اي وحده والله يرزق اي وحده الذريه الصالحه يا ربي. وخليت لكم راحه البال ان شاء الله حتى الفيديو الجاي.